أهلها كانوا عاوزينها بطلة رياضية، لكن هي رفضت وقررت تختار المهنة، مهنة الرقص الشرقي اللي بدأته وعمرها 16 سنة. وقتها كانت لسه في الثانوية العامة. لما أهلها حاولوا يحرموها من مجال الرقص اللي بتحبه، زابت لهم البيت وشقت طريقها لحد ما بقت راقصة مصر الأولى، هي الفنانة الاستعراضية دينا. دينا فنانة استعراضية جميلة بتتمتع بحركات مفيش زيها. بدأت هواية الرقص عندها وهي بتدرس في الثانوية العامة. وقتها الأم وافقت، لكن الأب اعترض وقاطعها فترة طويلة. دينا ليها أزمات كتيرة في حياتها، بدأت بأبوها اللي قاطعها لفترة طويلة بعد ما سابت له البيت وهي لسه بتدرس، وعاشت في شقة واحدة صاحبتها علشان ترقص بعد كده، ده كلامها. بتقول الفنانة الكبيرة دينا إن أبوها كان عاوزها بطلة ألعاب قوة أو سباحة بدل من الرقص، لكن هي رفضت نصيحته وقالت له مش هتشتغل غير في الحاجة اللي بتحبها، فطردها من البيت. لكن لما شافها بعد كده ببدلة الرقص الزعل بينهم زاد، رغم ان امها كانت موافقة وما عندهاش اي مشكلة. دينا قالت ان علاقتها بالرجالة اكتر حاجة عملت لها مشاكل في حياتها، واعترفت انها اتجوزت 9 رجالة وللأسف كلهم باعوها ما عدا واحد بس. بتقول ان الشخص ده هو الوحيد اللي حبته من ضمن اللي اتجوزتهم كلهم، لكن هي اللي انفصلت عنه بسبب شغلها. دينا كانت مع الاعلامية لميس الحديدي فسألتها عن عدد الرجالة في حياتها، فقالت لها 9. لميس ردت عليها وقالت مش كتير يا دينا، فردت عليها دينا وقالت لا مش كتير، لانها بتنافس تحية كاريوكا اللي اتجوزت 13 مرة وعاوزة تبقى زيها، منهم واحد اتجوزته لمدة سنة وانفصلت عنه لما حصلت خلافات بينهم، انما اطول زيجة في حياتها استمرت 5 سنين. اشهرهم المخرج سامح الباجوري اللي عاشت معاه 2 سنين انتهت برحيله، لكن الشخص الوحيد اللي حبته انفصلت عنه، وده بسبب ظروف شغلها وهي مهنتها صعبة بتفضلها عن اي حد حتى عن حياتها. كشفت دينا ان كل الرجالة اللي اتجوزتهم باعوها علشان الستات، وقبل ما تتجوز اي حد بتشترط عليه قبلها وتقوله انها مش هتسيب الرأس وما يصاحبش حد، ولما يحب يصاحب حد غيرها يقول لها وهي تسيبه. دينا بتقول انها تعرضت للخيانة كتير في حياتها لانها مشغولة طول الليل في شغلها، واجوازها كانوا بيستغلوا غيابها ده مع ستات غيرها، والراجل اللي يستحمل ست تشتغل في الليل ده يحتاج جايزة نوبل، وعلشان هي كانت شغالة بالليل فكل اللي اتجوزوها باعوها. دينا كشفت عن سر كبير جمعها بالمخرج محمد خان، مخرج فيلم مستر كاراتيه اللي عمله النجم الكبير احمد زكي. بتقول ان هي اللي كانت مرشحة لدور البطلة قدام احمد زكي، اتفقت مع المخرج ووقعت معاه عقد كمان، لكن تاني يوم اتفاجئت انه احب نهلة سلامة وادها الدور بتاعها، وبعد كام يوم اتجوزوا، فزعلت على الدور ده فترة طويلة. دينا ليها ابن اسمه علي، علاقتها بيه قوية ومش بيتكسف ابدا من مهنة امه، علشان كده هي سفرته باريس علشان يدرس فن الطبخ، ومع زمايله من جنسيات كتيرة من اليابان وفرنسا وامريكا وانجلترا. بتقول ان علي ابنها في مرة اتسأل عن رأيه في الرقص وهل بيتضايق لو حد قاله ان امه رقاصة، فقال بالعكس هو مبسوط بيها وبيتمنى يوصل لشهرتها. دينا طلبت من اي بنت عاوزة تحقق حلمها انها تتعلم منها ومن قصتها، وقالت ان اي واحدة عاوزة توصل لحلمها لازم تعافر ولو وقعت تقوم بسرعة زي ما هي ما بتعمل. وكشفت كمان دينا ان مفيش راقصة اجنبية واحدة بتعجبها، رغم انه اتخرج من تحت ايديها 27 راقصة منهم لارديانا وغيرها، لانهم للأسف مش فاهمين المصريين.